تحية لك سناء ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدي على الإخبارية السورية. مثل ما قلتي نحن متواجدين حاليا ببلودان بأحد أيام الجمعة وهو يوم السيران الشامي المعروف. كما هو الحال وكنت أستمع قبل قليل معك على الهواء، انتصارات الجيش العربي السوري في الجنوب هنا دمشق تعيش وتتنفس الحياة يوم بعد يوم. سأكون معك في استطلاع مباشر على الهواء لأجواء الناس وأيضا كيف هي الحال في أحد المطاعم في بلودان. مرحبا مرحبا، يسعد أوقاتكم. مرحبا مرحبا، كيفك؟ يسعد أوقاتك. فينا نأخذ من وقتك دقيقتين؟ نحن على هواء الإخبارية السورية مباشر، حبينا هيك نكون معكم اليوم بهذا يوم من أحد أيام سيران الشامي المعروف، يعني يوم الجمعة. كيف الأجواء وكيف شايف الشام؟ ومثل ما عم نلمس يوم بعد يوم وهي السنة بالذات لها طعم مختلف، ونحن عم نعيش أجواء تحرير دمشق وريف دمشق من فترة. أهلا وسهلا فيكم، شرفتوا فضائية السورية والإخبارية السورية على عيننا وراسنا، كل احترام لنا لكم. والوضع اللي احنا كثير مرتاحين، وبلودان رجعت، والبلد مو بس بلودان، البلد كلها رجعت، وباذن الله بهمه الجيش العربي السوري جيده جدا ممتازه باذن الله ان شاء الله يا رب. كيف عم تشوف بشكل عام هلا الاجواء حتى بقلب الشام؟ يعني مو بس هلا، العالم كلها رجعت تطلع مره ثانيه الى لبرات الشام، على بلودان، على الزبداني، على كل الاماكن المحيطه. شفنا عوده المصايف بشكل كتير كبير. انت كيف شايف بشكل عام الوضع، الارتياح كيف شايف؟ جيده جدا الحمد لله، والوضع جيد ممتاز، وطلعنا على صيدنايا وطلعنا على بلودان وما خلينا قرنه، وان شاء الله مندور محافظات كلها كمان ان شاء الله يا رب. شكرا كثير لك، شكرا انه هيك سمحتوا لنا نقعد معكم. كمان بدي اخذ راي حضرتك، بجنن بجد. انا مغترب من 37 سنه، صار لي سنه راجع. صار لك سنه راجع، كيف شفت، كيف كانت الصوره بشكل عام برا، وهلا كيف شفت الوضع لما انت اجيت؟ الله يديم علينا الامن والامان، فعلا بلد تاخذ العقل. أنا 37 سنة هلأ عم بشعر بأمان أكثر من 37 سنة اللي عايش فيها. شكراً لكم. بتابع الأخبار برا وكنت عم تسمع 100%. كيف شفت الوضع لما إجيت على الشام؟ أنا 7 سنين كنت مغترب، ويعني ما أجيت ولا مرة، مع أني أنا بالفترة الماضية قبل الأحداث والأزمة كنت كل شهر شهرين كون هون موجود. بس اللي صار أنه أنا بهال7 سنين هاي ما عاد فيني، يعني بعرفي القصص، بس اليوم الحمد لله نشكر الله. الحمد لله، شكرا. شكرا لك ومنورة فيك وبأهل الشام، شكرا لك. كمان هاي أم جورج، مرحبا. كل اللي على الطاولة بدهم أعمل مع أم جورج. كيفك؟ أهلين، كيفك؟ كيف الأجواء وكيف شايفة الشام؟ بتجنن، يعني بعد ما كله فضل الجيش السوري هو يلي خلانا نرجع نجي لهي المناطق، هدول قديسين أبطال. يا رب الله يحميهم. يعني هلا نحن عم نرصد، كمان كنا على الهواء قبل شوي، انتصاراتهم بدرعا بالجنوب، يعني عم نشوف في الحمد لله حاله ارتياح بكل المحافظات السوريه، يمكن دمشق السنه وحتى بلودان مختلفه تماما بلمه العالم ولمه الحمد لله رجعت الحياه الطبيعيه، الله يخلي لنا اياهم كله بفضلهم. شكرا كثير لك، يعطيك العافيه. اهلا اهلا، مرحبا. كمان ناخذ راي حضرتك، كيف شايفه الاجواء، كيف عم تعيشوا يمكن هاي الايام، هاي الصيفيه مختلفه على الكل، يمكن انا قعدت محلك. يمكن هاي الصيفيه مختلفه شوي حتى على الشباب، يعني بتطلع بالفوطه بكل شيء، كيف شايفه؟ كتير الجو حلو، انا كنت برا واجيت لهون ولقيت الجو كتير حلو، يعني متغير علي وصار احسن كتير يعني شعبيه وحلوه. هلا دائما الشباب المغتربين بشكل عام دائما بيعول عليهم باعتبارهم هن لسان بلدهم بالخارج، كيف كان شفتي الوضع برا، كيف شفتي هون لما اجيتي؟ اكيد الواحد لما بيكون بقلب بلده مختلف تماما عن اللي بيسمعه وبيشوفه. كتير يعني ما بعرف شو بدي اقولك، بس انه عن جد مبسوطين كتير نحن، وعن جد الحمد لله انه رجعت بلدنا. شكرا كثير لك مدام، كمان نحب ناخذ رايك.
أهلين فيكي، بس تفضلي شو اسأليني. كيف شفتي الأجواء بشكل عام؟ حضرتك والدتها كمان كنتي مغتربة فترة برات، صار لي 25 سنة برات البلد، وبفترة الأزمة ما أجينا بالحقيقة، وصرنا سنتين عم نجي، وحتى أجينا بالأحداث يعني بالوقت عز الدين القذائف كنا موجودين، عشنا شوي مع الشعب هون، والحمد لله نشكر الله أنه هلأ رجعت البلد ورجع الأمن والأمان، وهيك نطلع ونشوف العالم مبسوطة وفرحانة من قلبها، لأنه كنا نعيش معكم هونيك كل لحظة بلحظة، كيف أنتوا كنا نبكي ونحزن أي والله كتير كتير كنا كتير يعني تعبانة نفسيتنا، كان الحمد لله الحمد لله أنه رجعت البلد وتأثرت هلأ موتي. شكرا كتير إليك، شكرا إلكم لأنه سمحتوا لنا هيك نقعد معكم شوي صحة وهنا. يعني مثل ما عم بتشوفي سناء معي أجواء يوم الجمعة، كيف الأجواء هون؟ يمكن كل منطقة عم نحاول نرصدها بكاميرا الإخبارية السورية، عم نلمس حالة الارتياح الموجودة عند الشارع السوري، أكيد طبعا بفضل أبطال الجيش العربي السوري. كنت معكم من منطقة بلودان وبدي أرجع إليك سناء. شكرا لك سلمى عودة، مفدت الإخبارية السورية إلى بلودان.